أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان المصلي لا يستطيع الركوع أو السجود إلا جالس على كرسي، هل يلزمه؟ نعم. يقول عفى الله عنك: إذا كان المصلي لا يستطيع الركوع أو السجود إلا جالس على كرسي، نعم، هل يلزمه عند تكبيرة الإحرام القيام واقفا وهو قادر على ذلك ثم يجلس بعد ذلك؟ نعم، إذا كان يقدر على القيام يلزمه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، فإذا شق عليه القيام يجلس على الكرسي أو على الأرض، فيلزمه من القيام بقدر ما يستطيع. هذا في الفريضة، أما في النافلة فلا حرج في ذلك، يجوز يصلي النافلة جالسا ولو كان مستطيعا للقيام، أما الفريضة لا، القيام ركن فيها مع الاستطاعة، فيكبر ويقف بقدر ما يستطيع، فإذا تعب يجلس. نعم.